فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية المدارس أو الصيدليات أو الشركات بابن سينا أو الفارابي هل فيها محذور شرعي؟ أي نعم، لا يجوز تعظيم لهم، تعظيم لهم. لكن الصيدليات قد يقال لأن ابن سينا قبيل وهو نوع افتخار به فلا يجوز هذا. نعم، لكن هم يخصون الصيدليات باسم الطب لأنه طبيب ماهر، ما في شك أنه طبيب ماهر هو. نعم.